عرف الدائره. هندخل بقى في تفاصيل. ما انا بكلمك اهو، ما ده سبب البلاوي، ما ده سبب البلاوي، ما ده سبب البلاوي. المفروض ان احنا ما نلغيش الكلام ده وما نلغيش الراس، احنا المفروض ننظف دماغنا ونتعلم ازاي. لا نلغيه طبعا طالما حرام. لا 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 طالما حرام هنلغيه. كلام الناس. لا لا نلغيه. يا استاذ انت قدامك نلغيه يا استاذ. والحلو نلغيه. وانت مصر لن تاكل بثديها مره اخرى. مصر لن تاكل بثديها مره اخرى. بقول لحضرتك مصر دولة محترمة. لا 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 بقول لحضرتك ايه، احنا بنتعاير بيكم. احنا بنتعاير بيكم. زمان كانت بتتعاير برعطاء كده وبتلبس عريان وكان مفيش اصلا. ممكن نهدى بس. انا عايز اقول لحضرتك ان يا استاذة بس احنا بنتعاير بيهم بره. حضرتك في سفراء بره بيرقصوا. في سفيرات بره بتتعاير بشغل الهرم والفنانات. بتتعاير بيه الناس بتسيب من بره مخصوص. ارجعي ارجعي.